يلا شباب بعطيكم نتيجة الأسبوع ثلاثة أيام. بسم الله. ثلاثة أيام عشان أقول لكم مسابقة السيطرة أيضا كيف تفرق فيما قدم في الثلاثة أيام. يا رب. وبعدين لما نقول نتيجة السيطرة حنشوف الصندوق كيف حيفرق، يا يخسف يا يرفع. أنا والله صدقا ما أدري وش اللي في الصندوق، هذه خذوها حطوها في بالكم. همثون همثون في هذا الأسبوع حصل على مجموع في كل الفعاليات اللي الديربي وساحة السارية والمؤتمر تفاعل الميديا، حصل على 17 درجة خلال الأسبوع ثلاثة أيام. السارية حصل على 13 درجة أوف. إيه خلال الثلاثة أيام. المجرة حصلوا على 21 درجة أوف. خلال الثلاثة أيام. بعد مسابقة السيطرة خلوني أعطيكم النتيجة وقبل الصندوق. هذا بس حق الأسبوع، ما له صلاح الأسبوع الصيطرة. هذا حق الأسبوع هذا ما له دخل. معلش درجات يا أبو علي، معلش. ها الهمثون كم؟ 17. الهمثون 17 وانتو 13. هنا 21 والمجرة 21 درجة. طيب خلوني أعطيكم أعطيكم النتيجة. همثون مجموع ولا السيطرة؟ المجموع مع اليوم. المجموع مع السيطرة. أيوه. همثون حصلوا على 26 درجة. ال 26 درجة بخصم ثلاث نقاط. أفا. نعم. الاعتراض اللي حصل اليوم. لا في ملابسات أكيد يعني. كان يفترض أن همثون 29 درجة. أفا. لكن الاعتراض اللي حصل خصم من همثون ثلاث درجات. عوافي. السارية حصلوا على 28 درجة. السارية حصلوا على 28 درجة، يفرقون عن همثون بدرجتين. لا احنا كنا 29. ها؟ احنا كم الآن؟ 26. رياض خلاص ترى لا زال في مجال للخصم؟ اي والله. طيب اوكي. المجرة يفرقون عن السارية درجة واحدة. 29. لو كم شادين حيلكم شوية السارية والله صراحة كان رفعتوا السارية. ثلاث أيام بعدين نعترض. يلا بعدين اعتراض بعدين. معليش عشان الدرجات بعدين. حصل فريق المجرة على 27 درجة وبذلك يكون الفريق المسيطر هو السارية. لحظة صندوق باقي الصندوق. الله شكله جحفر الصندوق. احنا كنا فايزين. كنا 27. احنا كم؟ احنا 27 و 28. المجرة 27، السارية 28، همثون 26. مأدي يا مأدي. مأدي يا مأدي افتح الصندوق. قبل فارس. ما افتح الصندوق فارس وخر عن مجدي. الله يستر. قبل ما افتح الصندوق. لا ها يقول لك وارضى بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. تكن ايه؟ ونعم اغنى الناس. يا سلام. والله راضي بكل شيء. يا رب. محمد ترى فيه كرت والكرت مكتوب فيه رقم. زي الاسبوع اللي فات. الابيض كله اذا ناقص كسر شيء في الصندوق نحاس. بالله يا مجدي لا تخلي احد يشوف كذا. بالله روح لحالك وفاجئ فارس. روح فك هذا. طيب مجدي قبل ما تتكلم قبل لا تتكلم طلع الكرت وكذا ورينا. طلع الكرت. ترى اذا جبته تعابير وجهي حتعرفه. والله هي تعابير وجهك. والله ما تعكس كذا. لازم كان انت الحين خلاص يعني روح بعيد. شفتوا هيجحفر. ايش الاسطوانه؟ لا ارفع. مبروك لفريق أبعلي وترتب العالم. أقسم بالله العظيم. نبغى التفاعل مجنون.
بالعافية يا شباب. الآن يا شباب ما لكم عذر، يعني كل فريق سيطر أسبوع. حلو. أكيد أنكم عارفين نقاط الضعف عند الفريق الآخر ونقاط القوة، فاشتغلوا على هذا الأساس، كل فريق يشتغل على هذا الأساس. وهذا ليس معناه أنه ما يكون هناك تعاون بين الفرق الثلاث، لأننا كلنا أخيراً فريق السيطرة، ودليل أنه المنافسة حامية. والله دليل أنه المنافسة حامية. طبعاً نتيجة المجرة بعد خصم 7 نقاط صار 20 درجة في هذا الأسبوع، ونقول لكم أنه هذه الدرجات ترى تراكمية تتراكم خلال الأسابيع الماضية إلى نهاية البرنامج. يعطيكم العافية، شكرا لكم.